فوتوغرافي باتريك سوايا بضيافتنا بهالفقره، واكيد رح تنضم لنا نيفين وضيفتنا ليال لنحكي عن فن التصوير الفوتوغرافي والبلوج كمان الخاصه بباتريك اللي اطلقها امبارح تحديدا. اهلا وسهلا فيك باتريك. Thank you so much for having me. اول شيء بقول لك مبروك على البلوج، بس شو اللي خليك تفكر يكون في مدونه خاصه فيك؟ كانت اوريدي كان ات واز كنا عم نحضر لبلوج during summer. اوكي. لانه ما في ولا فوتوغرافر بلبنان عنده his own blog or any photography blog. So especially مختلط كثير بدومين السوشيال ميديا، فحبيت اطلق هيدا البلوج ويكون من اول من نوعه بلبنان. وشو رح يتضمن بما انه اول من نوعه؟ لازم يكون في شيء جديد فيه. Exactly. في كاتيجوري اللي هي mainly is going to be a fashion photography and street style photography. في كذا كاتيجوريز منه رح تكون في فيتشر ذيس ويك، بنقي شخص مشهور على السوشيال ميديا بنعمل شوت معه، بهيدا شوت بنقي هو شو بحب يلبس، بفرجي الستيل هيز اون برسبكتيف اوف بيكتشرز اند هيز اون ستايلينج، فبتكون هيك نايس كولابوريشن والعالم بيشوفوا هيدا الشخص اللي بيلحقوه كثير على السوشيال ميديا بطريقه جديده. وبنفس الوقت بتكون لكم لانه هيز بابليك فيجر كمان exactly. الناس بتعرفه سو exactly. رح يصير في متابعين للبلوج exactly. او للمدونة. على كل حال انا وافقت يعني اذا ما بتضحك علي يعني اذا امبارح باتريك اطلقت البلوج، كيف مزبوط. كان وين كان الايفنت؟ كان كثير حلو، كان اللونشنج ايفنت كان بكافالي كافيه ببيروت. It combined most of my clients celebrities most of my clients from the Gulf area وفي كمان كان fashionistas Instagram celebrities و it was a really nice event. هيك العالم انبسطوا وتفرجوا كمان على البلوج، وكان في عملنا مثل سمول جست قدمنا تشوكلت مع الانيشلز تبع الهاشتاج تبع الايفنت، كان هاشتاج بي اس بي بي وجبت لكم لكم اليوم تشوكلت. ثانك يو ماي فيفورت. هلا اللي جبتهم كلنا هيك. طب باتريك بهالبلوج بس صور خاصه فيك ولا ممكن تتعاون مع باقي مصورين يحطوا صورهم عندك، يصير في تعاون معهم ولا لا؟ هلا it's still هلا we start يعني we just started definitely it's a platform it will develop over time. يعني الحلو فيه انه البلوج على طول فيك تضلك عم بتطوري فيه وفيك تضلك تغير وتعدي القصص بالمدونه، لانه البلوج it's not something constant، رح بيتطور دائما بتجدد في ويكلي كونتنت بينعرضوا في كذا كاتيجوريز. ون اوف ذيم كمان وي ونت مثلا بالكفرج تبع الايفنتس، مش ذا تيبيكال تغطيه الايفنتس، مثلا في ون اوف ذا بوست هلا رح يقطعوا على البيكتشرز اوفر تي في، وي ونت كلتش هانتنج، صرنا نصور الكلتشز تبع الفيميلز ب ون اوف ذا فند ريزرز اللي صار ببيروت للان جي او سكون. ف اتس ا نيو برسبكتيف اوف فوتوغرافي يلي مش كثير معودين عليها، تلتقطوا قصص نحن ما بننتبه لها ومش شايفينها عن باقي المصورين مثل ما حكيت كمان. Exactly. يعني هيدا الخط اللي رح تمشي فيه او الصوره، يعني الصوره الطبيعيه المفاجاه العفويه صح سبونتينيوس، بس مش السبونتينيوس الاستلشاء، بس definitely the perspective of photography دقة الصورة كل هول القصص definitely into thank you. لعالم الأعراس بعالم الأعراس إيه أنا كنت بدايتي مع الأعراس it's one of كمان my favorite style of photography، كمان مثل ما عم تشوفوا القصص بتكون spontaneous بطريقه عفويه، a new style of photography مش البوز طلعنا بالتصوير الكلاسيكي exactly. الورده exactly. حملتها العروس هيك الشيء مثل بالفن اما بالكونتمبرري ارت، يعني طلعنا من الكلاسيك مثل ما عم بتقولي المشهد البيول اللي كلنا بنشوفه يلي كان من زمان يتحدى الفوتوغرافر، يعني كان الفنان يتحدى الفوتوغرافر يخلق مشهد كانه تقولي هي فوتو صحيح لازم يكون مور ارتستيك وكمان شيء عفوي وعفوي بيكون قريب اكثر كمان مزبوط ولا خاصة العالم يعني مع وذ التكنولوجي العالم اول شيء عم
عم تبرم على دقه الصوره وعلى السرعه كمان which is something نحن we're very known to it we're fast delivery. امبارح كان الايفنت اوريدي البيكتشرز صاروا on all social media وعلى الفيسبوك بيج تبعنا. بس فاتريك قد ايه عم نشوف صار في مصورين بس مش محترفين بس مصورين يعني حتى من التليفون بتلاحظ على السوشيال ميديا على الانستغرام قد ايه في ناس عم تاخذ صور حلوه وهي مش اكشلي اوقات صعوبه على المصور لانه بتخلق منافسه من الابلكيشنز يلي موجودين على الفون والاديتنج شو رايك هلا مثل ما قلت انه اتس نوت جوينغ تو كريت ا كومبيتيشن سبيشال لل professional photographers لانه اوريدي الشخص بس يكون عنده ايفنت عنده شوتينج سيشن is definitely going to go with a professional photographer. هون this is a beauty campaign عملناها ل فادي ابراهيم ميك اب ارتست it was over the billboards for a month. هولي ستريت ستايل شوتس اكثر رولا نحاس شي رولا اشتقنا لها انا بوجه لها تحيه لرولا رولا نحاس كانت اول شخص عملت فيتشر له على البلوج وكانت ريلي نايس كولابوريشن رولا از فيري نون اون انستغرام ورولا بتحب شوارع بيروت كثير وبتصورها ففي شيء نقط تشابه بينك وبين رولا ليال عندها حب ونكست رح يكون مع دانا خير الله اي في سيلز اللي كمان رولا ودانا كان لهم مساعده كبيره بالاطلاق تبع البلوج هون ايفنت كريستيان لو بوتان وقت الكولابوريشن تبع مع جمال وكي ماجازين كنا وي ور ذا اوفيشال فوتوغرافر يعني بنلاحظ الصور كثير طبيعيه كثير عفويه ما في انجل اخذه مضبوط ما في وما بنشوف هالفوتوشوب اللي دائما بتحس انه الصوره لا منا قريبه لإلك لانه فيها فوتوشوب منا طبيعيه 100% وسبيشلي بالستريت ستايل العالم بعدنا اكثر من الفوتوشوب صرنا عم نتكل اكثر على اللايتنج على البيرسون اتسلف الميك اب كرمال نجرب نطلق نطلع صوره حلوه اكزاكتلي ناتشرال بدون انا اي ريتاتشنج بس باتريك مين بيهمك يكون عندك بالبلوج او يلحق هالبلوج كل شخص حابب يشوف a new style of photography بحب الستريت ستايل هو فولو سوشيال ميديا هو از لوكينج فور نيو ترندز لانه اتس نوت اونلي وير شوينج بيكتشرز عم بيفوتوا على البلوج عم بيكونوا مثل عم بياخذوا انسبيريشن من الاوتفيتس من السيلكشنز اتس ان انسبايرنج بلوج وبدعي الكل يفوتوا يشوفوه على patricksawaya.com وتو فولو اس ثانك يو لازم بالايام القادمه نشوف قديش الناس عم تتفاعل مع هالبلوج مع هالمدونه لانه جديد بعدها امبارح صح ذا نايس ثينج انه امبارح كان له كثير امباكت سبيشلي على السوشيال ميديا اعطانا بيج اكسبوجر من كل السوشيال ميديا بيبل اللي كانوا امبارح معنا فا ات واز ريلي نايس بس فيك انه يكون عندك بلوج خاصه فيك شو بتضيف لك شو بتضيف لشغلك كمصور فوتوغرافي هلا شو بتضيفه اول شيء انه بتكون يور دوكيومنتينج يور ورك عم تحفظ عم بتوثق عملك اكثر اكزاكتلي بطريقه حلوه العالم فيهم يشوفوها وات انتر اكتف لانه العالم بحبوا يتركوا كومنتس لهم بدهم حابين يعملوا فيتشر معنا فور نكست تايم بلس ذا سكند اسبكت انه كنت مثل ما قلت انه كنت اول شخص بيعمل فوتوغرافي بلوج بلبنان سو Whereas be America, be Europe, see a lot of photographers they have their blog, they're chasing, especially during fashion weeks. You can see photographers عم بيصوروا people who are fashionistas عندهم their nice outfits عم بينحطوا على هالبلوجز وعلى السوشيال ميديا كرمال هيك to create a nice effect. ممكن يكون في انتقاد لمحل معين للصور عم نشوفها على السوشيال ميديا ولا لا؟ هلا انتقاد usually على طول موجود whether it's good or bad بس بيرجع حسب يعني الشخص كيف بيحب هو يوصل الاسلوب والطريقه صحيح طيب كيف تعلقت بالتصوير لحتى صارت مهنتك؟ التصوير بلش معي من انا وصغير اوريدي اتس ا فاميلي بزنس الوالد كمان فوتوغرافر بلشت بعلم تصوير سينس اي واز بس ما جبروك اهلك انت بتحب لا التصوير عم نشدد على هالسؤال مع ضيوفنا لانه اليوم موضوعنا ليس عن الموهبه عند الولد وكيف بينميها سو كانت موهبه اتس باي تشويس وسبيشلي انه انخرطت بهالدومين من انا وصغير كمان الوالده شي از ميك اب ارتست سو كان لنا على طول اكزاكتلي مع انه هنك على طول كانوا يبعدونا اوتوماتيكلي احنا رجعنا
ورجعت مش من زمان، انت صغير خلص بتحبها exactly. لانه exactly. في ناس بترجع بتعمل شيء اللي بتحبه exactly. على كبر. ليال بيستهويك فن التصوير كتير ولا لا؟ كثير يعني الرسم مثل ما كنت عم بقول انه هو ناتج عن التصوير التصوير يعني كانوا من زمان مثل ما كنت عم بقول انه الرسم الفنان يتحدى الكاميرا وهلا بما انه بالكاميرا صار بنصور هالمشهد وننقله على بيتنا ونحن من وإدتت ونحن من والصوره هي مثل اللوحه مزبوط يعني بتوثق اللحظه اللوحه مزبوط. كمان بتوثق اللحظه المشهد اللي انت شايفتيه في تشابه كمان اكيد اكيد تكون هي لوحه فنيه بحد ذاتها الصوره من حيث الالوان الاضاءه كيف عم بتبلش كيف عم تنتهي كل هالقصص حتى نحن مزبوط نحن وجت ا لوت كمان انسبايرد باي بينت things بنشوفهم كرمال شوتينج سبيشال للفاشن انه وي اولويز ار اون ذا هانت فور نيو ايديا بس كيف معقول يكون في تعاون بين هالفنان هلا بيكون في كولابوريشن اول شيء when we broadcast يعني when we show her style العالم بيعرفوا ليال فور هير ورك بس ما بيعرفوا مثلا هير بيرسون هير سيلف كيف تتعامل نحن على طول بنشوفها اون ذا بينت ما بنشوفها ذا بيرسون ات سيلف هاو شي ليفز هاو فبيكون هيدا في تسليط ضوء على الستايل تبعها على شخصيتها اكزاكتلي انتو بيكتشرز اكزاكتلي مثل ما ارتست هالايديا اللي بيكون عنده براسه هي اكسبريسد اون كانفاس اها هالقد حتى عم بتفوتوا بقصص شخصيه كمان للارتست exactly. كثير بيشبهوا بعض يعني الموضوعين صحيح تقريبا بيكملوا بعض ذات الموضوع بيكملوا بعض ليال وباتريك باقيين معنا لانه اخر سيجمنت عاده مثل العاده التيستينج انت ضيفنا شوكولا نحن ضيفك شيء طيب من الشيف مازن شومان فاخر فاصل علينا بحلقتنا وبنرجع بنتابع مع فقره التيستينج خليكم برفقتنا نتابع ببيروت وصلنا لفقرة التيستينج وعم ندعي أكيد الشيف سليمان شومان مثل ما عملت أنا قلت الشيف مازن شومان صرت كل ما أشوف الشيف بتذكر وقتها نانسي عيطت جمعت كل أسامي الشيفية كل أسامي بس ماشي مصطاد السمكة مباشرة يعني على الصحن يعني انت وعدتنا شفي بداية حلقتنا انه رح يكون الطبق مميز بس ما كنا عارفين انه سمكة حتكون قاعدة بيناتنا عن جد بيس اوف ارت هيدا نحت هيدا كل واحد بشوف كمان صوص هيدا الصوص لل يمي دغري هون باتريك عم بيصور الصور قديش المصور باتريك خلص بيتعلق بالكاميرا يعني حتى رايح محل يمكن معزوم على العشاء تلاقي الكاميرا معه يعني سلاحه الكاميرا على طول بنتطلع فيها بس بالعكس when we're out with friends or بس سافر باخذ the phone is more than enough على طول قد ما نضل ورا العدد طيب بيعطيك الصوره البروفيشنال اذا في شيء لقطات الفون it depends يعني الانسترومنت طول عمرنا انه نصور with good exposure without technology فالواحد بشطارته مش بالانسترومنت تبعه شاف خبرنا هيك كيف طلع معك هالطبق يعني مثل ما شايفين الصياديه العاديه بس ميزناه انه حشينا الرز بقلب السمكه طاجين بالطحينه كمان عصير ليمون رب رمان مع بصل مقلي والصوص اللي على جنب وعملنا الابيتايزر اللي هي ميني سلاد الفيرين كينوا صحيه كمان غذائيه كامله يعني هون بالرز مسحنا شوي هون عدلنا بالرز وسمك وكينوا وكينوا يعطيك الف عافيه شيف مازن شكرا لحضورك معنا دائما بنكون مبسوطين بس تكون موجود بنعرف الاكل عن جد طيب اهلا وسهلا فيك شكرا لكم موفقين بحلقتكم لليوم وبدنا نتشكر ضيوفنا رفقونا كمان بكل لقائنا وحلقتنا متشكرك كمان ليال أنا بشكركم كمان كل التوفيق لإليك أهلا وسهلا فيكم ميرسي وأيضا باتريك كمان متمنى لك كل التوفيق للبلوج ثانك يو سو ماتش فور هافينج مي رح نتابعك الأيام الجاية نشوف شو رح تضيف أهلا وسهلا ثانك يو إن شاء الله نوصل لختام حلقتنا موعدنا بتجدد معكم بكره بنفس الموعد بكره حلقة السبت كمان بتكون مميزة أكيد مثل العادة برنامج ببيروت رح نشتاق لليس دمار
حسب ما اكيد فقرات كثير منوعه محضرين لكم اياها لحلقتنا، فكونوا كتار على الموعد. الى اللقاء.